كانت منصة فضاء النهضة على موعد أمس الأحد مع مطرب النيل محمد منير. وأمتع المطرب المصري الشهير الجمهور الغفير بموسيقى يخلط فيها الجاز بالسلم الخماسي النوبي وكلمات أغاني عميقة خلقت تفاعلا كبيرا من طرف الجمهور. وعلى أنغام سو يا سو حبيبي حبسوه علي الصوت بالغنى سجل محمد منير واحدة من أعذب وأصدق المشاركات في مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 12.